طيب حلو. قبل ما أبدأ، مين هنا مواليد آخر الثمانينات وأول التسعينات؟ هو دول درجة بعيدة مش شايف، الناس بتبقى عينيها. طيب المحاضرة النهاردة اللي هتكلم عنها اسمها مهما كنت صغير. تمام؟ لأن ناس كتير في القعدة كانت في التسعينات. مين فاكر حاجة من الحاجات دي يا جماعة؟ واللي فاكر حاجة من الحاجات دي يسأل. طيب كان حاجات دول معروفين جدا. الحاجه دي بالنسبه لي كان فيها خمس استخدامات كتير. كانت ناس بتلعب بالغطا بتاعه بس، ناس كانت بتلعب حرب الناس، الواد خبطه في الديسكات حرب وقعه على المكانين. عدد الناس كده 30 ثانيه سريعا، مين حابب يشاركني بحاجه ثانيه كانت في الفتره دي احنا ممكن ما نكونش حاطينها ومش حاطينهاش؟ حد عايز يقول حاجه؟ ايه؟ البيبي. ايه تاني؟ أنا عايز أقول حاجة، أقول حاجة صعبة، أقول حاجة صعبة، ماشي. السؤال هنا إحنا يا ترى ليه بطلنا نلعب؟ عشان بقينا أندرويد يا معلم. هل إحنا بطلنا نلعب عشان كبرنا في السن؟ لا خالص. اللعب ملوش خالص دعوة بإن أنا كبرت في السن أو ما كبرتش. في امثله كتير في حياتنا، ناس كتير جدا بيلعبوا وهم اكبر مني في سن واكبر مني ومنك. وفي كده قانون لازم تاخده في الحياه، انك انت طالما في واحد نفذ حاجه فهو لازم كده ارقام الحب عليك انك انت تبقى زيه. فموضوع السن ده مش حب. طيب لو احنا افتكرنا ان احنا دلوقتي قلنا ان احنا لازم نخلي اللعب في حياتنا ولازم كل حاجه تبقى لذيذه ومبسوطين والكلام الورد ده، نيجي نطبقه على الواقعيه. هل انك انت تتعامل على انك انت طفل او تعامل نفسك على انك انت لسه صغير وما كبرتش في السن ودخلت كل حاجه لعب وهزار، لو دخلت ده في الشغل هل ده هيفيدك ولا هيضرك؟ ممكن نعمل فيها سيرفي سريع قبل ما اقول اللي انا عايز اقوله. مين شايف ان انا لو خدت الموضوع بضحك وهزار في الشغل وحسيت ان انا ما بقاش عليا ضغط نفسي ولا عصبي الشغل بتاعي هيبقى احسن، ومين شايف العكس؟ خلينا نتجاوب الاولاني. مين شايف ان هو لو دخل في الشغل هيبقى خدمه كويسه؟ طب مين شايف العكس؟ الناس شايفه العكس. طيب الشيء الجميل. طيب في احصائيات عملت في امريكا اسمها نورث داكوتا، تمام؟ جابوا 200 طالب. الطلاب دول في سن ثانويه عامه تقريبا. السن ده شويه بيبقى كل واحد فينا بيبقى عايز يحس ان هو كبير ويبدا يحاول يخرج من مرحله الطفوله. فهم جابوا الفتره دي عشان الفتره دي اكتر فتره الناس بتبقى مش عايزه تعيش ان هي طفل. جابوا 200 طالب وقسموهم مجموعتين وحطوا كل مجموعه فوق وادوهم شويه تاسكات. التاسكات دي محتاجه شويه تفكير ومحتاجه شغل كتير. طلبوا من واحد ان هو يخلص، طلبوا من الجروب الاولاني انه يخلص تاسكات عاليه جدا، والجروب الثاني طلبوا منه انه يخلص التاسكات بس يتخيل نفسه ان هو عنده 7 سنين. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الطلاب اللي كانوا متخيلين نفسهم عندهم 7 سنين كانوا 35% مبدعين اكتر من الناس التانية اللي كانت بتتعامل على انه هو تاسكات عادية خالص. ده اثبت شيء فهو اثبت حاجة. ان انت محتاج انك انت تتعامل طول عمرك انك انت لسه ما كبرتش. ما كبرتش دي تحت المعاني كتير. مش معنى الكلام ده انك انت ممكن خلاص تقضيها هزار ولعب وفرفشة في الشغل وما تشتغلش. لا، الموضوع كله في طريق التفكير. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا بالذات في الوطن العربي. سببها موضوع ان انت التعليم عندنا شويه ما بيوديش الناس في الجهه اللي هم عايزينها. معظمنا بنعين نشتغل في حاجه او ندرس حاجه احنا مش حابينها. تمام؟ فانا بحب اشبه كده الموضوع التعليم ده في مصر بالذات. عارفين لما الواحد يكون بيسمع من عنده فيه يحطها في الجيم وبعد كده يطلعها بالاد ولا بعد كده يطلعها. طيب ده احساسنا لما نيجي نتعلم كده في مصر. مفيش بني ادم تقريبا كان عايز حاجه كدراسة أو كشغل غير طبعا دي قليلة جدا، وفي الآخر دراسته أو دراسته في مصر وصلته للهدف اللي هو عايزه ده واشتغل في الحتة اللي هو عايزها. في كام واحد هنا يا جماعة قاعد ممكن يكون مش حابب اللي هو بيعمله دلوقتي غصب وهزار ونفسه يغير المجال ده أو نفسه يعمل حاجة تانية خالص؟ وقال العكس، قال العكس ازاي؟
انا كده كده قاضي مين قاعد بيشتغل حاجه هو مش حاببها نفسه يشتغل حاجه تانية. طيب انا جاي الناس التانية اللي قاعده مبسوطه ده شيء كويس جدا جميل ده حلو جدا. طيب خلينا نتكلم عن الناس اللي عندها مشكله اعطاها حاضره كميه عملت حاجه في الاخر غصب عنها. قبل ما نعدي على النقطه دي كده حاجه بسيطه جدا رسمه بتقول لنا ان الشغل واللعب او تفكيرك ان الشغل ده حاجه انت حاببها حاجه مستفزها الاثنين دول عاملين ايكويشن مع بعض. لو طلعت الروح دي من جوه الشغل هيبقى شغل وشويه كتير جدا ما تحبوش الشغل وما تخلوش حاجه رخمه وخلي الاثنين على طول حافظين على التوازن بينهم وبين بعض. طيب بالنسبه لموضوع ان احنا كلنا عندنا مشكله ان احنا ما عرفناش نوصل للي احنا عايزينه. انا واحد كان دكتور كان نفسه يبقى مهندس واحد كان مهندس نفسه يبقى دكتور وهكذا نقعد نلف ورا بعض كتير. المشكله دي هل ليها حل؟ ليها حل. الحل بتاعها انك انت لازم زي ما تقول كده انا شبه الموضوع انك انت في فيشه وكل واحد واصله من عندنا حد مشترك كبير في الاخر مجمع الناس دي كلها مع بعض. المشترك ده ما ركبش او الفيشه دي ما ركبتش صح، ركبت في مكان مش هو المكان المظبوط اللي انت عايز توصل له. الحل بسيط جدا انك انت تشد الفيشه دي خالص وتاخد لحظه صمت مع نفسك تشوف انت عايز تعمل ايه، تحط الفيشه في المكان المظبوط. الموضوع مش صعب. في مقوله بتقول لك على طول كده انك انت لو انت مش عاجبك المكان اللي انت فيه فتحرك انك انت مش شاطر. الكلام ده حقيقي يعني انت ما عندكش مشكله، المشكله بقى انك انت خايف ان مثلا لا انك انت من وظيفه لوظيفه الموضوع صعب او سهل. الموضوع صعب محدش قال الموضوع سهل بس لازم تاخد الخطوه. طب الخطوه دي ناس حياتها قبليها كتير. هل فكره انك تدخل الجو الحماسي وجو اللعب انك انت تقرر انك انت هتسيب اللي بتعمله دلوقتي وتقرر انك تعمل حاجه ثانيه انت بتحبها، هل ده مفيد ولا مضر؟ انا هجيب امثله دلوقتي حالا، امثله اجنبيه وامثله مصريه لناس قررت ان هي تغير اللي بتعمله وقررت ان هي تمشي ورا هدفها الاول ان هي تعمل حاجه اللي بتحبها مش هدفها فلوس ولا هدفها حاجه ثانيه. عشان في ناس كتير جدا بتغير وبتعمل الكارير شيفت ده لمجرد ان هو عايز يزود فلوس او ان هو شايف انه عايش حياه مش كويسه فهيغير لمجرد ان هو عايز يغير حياته. لا لازم تعمل انت بتحبه. المشروع ده اسمه اوبن هاند بروجكت. اوبن هاند بروجكت ده واحد كان شايف ان في مشكله عويصه جدا بتقابل الناس اللي عندها بس في البيت فقرر ان هو يستخدم التكنولوجيا انه يلاقي حل للناس دي. في مكنه انا هتكلم عليها كمان شويه هتكلم عن حاجه تيجي اسمها 3 دي برينتر بتطبع حاجات بلاستيك ناشئ بتديها ديزاين 3 دي بتطبعها لك بلاستيك. هو قرر يستخدم التكنولوجيا وقرر يستخدم الحاجه اللي هو بيحبها دي في ان هو يلاقي حل للناس دي وبعد كده ممكن يبدا يفكر في الفلوس. بالفعل هو عمل الهاند دي كلها مطبوعه على 3 برينتر دي بلاستيك وعمل لها ده الكترونكس تقدر توصل باعصاب مخك انك تقدر تتحكم في الايد دي زي تحكمك في الايد الطبيعيه تماما. فدي بقى حاله كبير جدا من المشكله اللي بتقابل الناس اللي عندها مشكله في الايد. الراجل دلوقتي فاتح شركه وبيكسب فلوس بس اللي خلاه ينجح ان هو كان بيفكر وعايز يعمل ايه بيحبه وكان في شويه مؤشرات ثانيه ان هو يعمل حاجه يساعد الناس وهكذا وبعد كده الفلوس ممكن تيجي. المشروع الثاني مين عارف دورا كاب كيكس؟ طيب دورا كاب كيكس ده مثال مصري كويس جدا. حد بيدور على القصه ليلى فزت دي الفاوندر بتاع دورا كاب كيكس. في واحد لسه بيزنس بره مصر. طيب واحد لسه بيزنس ممكن يفتح اي شركه ثانيه ممكن تشتغل في اي شركه مالتي ناشونال وتاخد الفلوس اللي هي عايزاها بس هي قررت ان هي تسيب ده كله خالص وتعمل اللي هي بتحبه. هي واحده بتحب الكاب كيكس ليه ما تشاركش الناس الحاجه اللي هي بتحبها؟ فقررت ان هي تعمل شركه اسمها دولا تعمل كاب كيكس. شركه دي من اكبر الشركات اللي بتعمل حلويات دلوقتي الكاب كيكس بالذات موجوده في كل المول ممكن تروح مول العرب ممكن تروح اي مول هتلاقي دولا موجوده منتشره في كل حته. طيب لما نيجي نطبق الكلام ده على الواقع المصري مش على اشخاص فقط. احنا قلنا ان دولا مثلا خلاص هي شخصيه عرفت تخرج الطريقه وتعمل اي حاجه يعني اي كلام ده ينطبق علينا كلنا وهنقدر نعمل الكلام ده. في حاجه اسمها ميكر موفمنت. الميكر موفمنت ده انا هرجع للسؤال الاولانيه خالص فاكرين لما قلت لكم انتوا مين لعب على جهاز الفلاح ومين كان بيلعب النحله والكلام ده اللي خلى الناس على طول فاكره الموضوع ده ان هي كان عندها روح تجاريه للاسف اختفت شويه بتختفي شويه مع الوقت اللي هي روح الاستكشاف او روح انك انت على طول لما تكون حاجه قدامك عايز تعرف نهايه الحاجه دي ايه. مفيش حد جرب لعبه تقريبا ما كسرهاش نفسه يكسرها ونفسه يعرف ايه اللي جواها وبيحاول يصلحها بعد كده ايا كان نجح او فشل بس هو كان بيحاول يصلحها. الشخص اللي بيحاول يعمل كده طول عمره ده اسمه ميكر الصانع او المبتكر. تمام؟ الميكر ممكن دي حاجه موجوده بره بقى لها تقريبا من 2000 و2000
ان هو بيحس الناس انها ترجع الروح دي جواها. كلنا ممكن الناس الصغيره اللي قد او في الثمانينات بالذات انا شايف اهل وقومهم كان حاجه وفلوس في البيت حنفيه ولا حاجه تتكسر كان ابوه او حد من البيت كان بيحاول يصلحها هو بنفسه. هو بدا يكتفي شويه شويه مع الوقت بدا الناس تكسل ان هي تعمل حاجه بايديها وبدانا نعتمد اكتر على الشراء ولا ان نجيب حد جاهز على طول. فاحنا بنحاول نرجع الروح دي جوه الناس انك انت تعمل حاجه اسمها دو ات يور سيلف، اصنعها بنفسك. اصنعها بنفسك دي بتقول لك انت لو عندك فكره مشروع غير المشروع دي هدفها ربحي، هدفها انك انت تبسط نفسك، عايز تعمل كرسي بكمان معينه مش لاقيه في السوق، اي فكره في دماغك عايز تحولها لمنتج انت ايدك تحولها لمنتج. طب ازاي؟ في اماكن كتير منهم فابلاب ايجيبت. فابلاب ايجيبت ده مكان نطلق عليه مساحه عمل مشتركه بس للميتورز. انا بعمل معاك ايه او بعمل مع الشخص اللي بيجي، انا بوفر لك الادوات والمكن اللي انت محتاجه عشان تنفذ اي فكره في دماغك تحولها لمنتج. انت مش مطلوب منك تروح عند ورشه ومطلوب منك تلف على الصنايعي الفلاني والصنايعي العلاني عشان تعمل الحاجه اللي انت نفسك فيها. انا هعلمك، هديك كورسات ورش تدريبيه، هديك محاضرات عشان يبقى عندك الاساسيات العلم اللي انت محتاجها عشان ازاي تحول فكرتك لمنتج. الخطوه الثانيه خطوه انك انت تصنع المنتج ده هي انك انت تستخدم المكن والادوات اللي انا موفرها لك. بالفعل. ده كان مكان، مكان بيتقسم نصين، نص اللي جوه ده كوركينج سبيس او مساحه مشتركه ممكن تذاكر فيها، ممكن تيجي تعمل اقتناعاتك فيها، ومكان اللي تحت ده الورشه. طبعا انا مش فاهم ايه المكان اللي عندنا دلوقتي. ده جزء من المكان اللي عندنا، دي مثلا حاجه اسمها ليزر كاتر، ليزر كاتر دي مكنه بتاخد منك الديزاين، اي ديزاين رسمه على حاجه من الناس تقطعه لك تقول لي تعملها قطعه خشب، قطعه بلاستيك، قطعه مواد من كده او اصعب من كده تحط فيها او انت حتى اقل من كده زي الورق والورق. دي مكان اسمها بالي كاتر بتعمل ستيكرز وبتعمل تيشيرتات وبتعمل شويه حاجات ثانيه كتير. الميلينج ماشين دي او مكنه الحفر دي بتعمل بعد الكترونيه وبتعمل قوالب صب. لو انت اي حد يجي بيتكلم هنا فيعرف ايه قوالب صب. انت لو انت عايز تعمل حاجه منها حاجات كتير جدا بتحتاج انك تحفر في حاجه عشان تصب بيها الماده بتاعتك. والمكنه دي اللي كنت بكلمكم عليها اللي هي 3 دي برينتر. المكنه اللي هو عمل بيها البروجكت اللي عمل بيها عشان يساعد بيها الناس اللي عندهم مشكله في البيت. طيب الاوتبوت او الحاجه اللي تخرج من المكن ده او من فكره ان انت عندك مجتمع متكامل من دراسه او من مواد خام وادوات بتوفر لك بتلاقي لنا حاجات زي دي. مشاريع كلها موجوده بتاعت الفابلاب دي في الناس موجوده جوه اللاب. زي ما انتم شايفين ده روبوت كار، ده روبوت كان لسه ما طلعش بس المفروض ده روبوت داخل يبقى روبوت عشان كده بني ادم. ده واحد هنا بوريته الفكره ان هو ازاي يحول رسمه بس على الكمبيوتر حولها في النهايه الليزر كاتر لحاجه حقيقيه. في برضه حاجات تانيه معقوله شويه مش رايحه التكنولوجي. ده مطبوع على 3 برنتر ده لوجو لايفنت كنا عارفينه. الفانوس ده كله معمول على الليزر كاتر. فانوس بيتقطع قطعه ومعمول ودي متقطعه على الليزر كاتر ممكن تقطع حاجات قماش ممكن بعد كده لو حد حضر الورك شوب بتاعتنا اللي بره ممكن تلحم فيها لدات صغيره او نقط صغيره بس ان هي تنور تعمل تيشيرت مثلا بينور لما بيسمع صوت. طيب الناس اللي بتفكر ان هي تخرج من الروتين اللي هي عايشه فيه ده لما بيجي بيلاقي قدامه الفرصه ان هو عنده حاجه يقدر يستخدمها مكان بتساعده ادوات مثلا وهكذا تطلع افكار. الافكار دي تطلع عشان هو حابب الفكره فمش مهم ابدا هو بيدرس ايه ولا بيشتغل ايه. فاحنا معانا حد هنا انا احب اشكره قبل ما احكي عليه محمد البيك. فين محمد البيك؟ طب سقفوا له يا جماعه. محمد البيك هو واحد تجار وما اظنش هو دخل تجاره عشان هو مبسوط بالتجاره، هو دخل التجاره دي عشان المشروع ما جابش اي حاجه، ده هي بتاعت حد تاني تمام؟ طيب هو جه اللاب بس لقى ان هو اللاب ده شيء مختلف، في ناس حواليه مختلفه، في مكان وادوات متاحه فانا لازم اعمل حاجه، انا مش عاجبني ان انا ده بعمله دلوقتي. قرر يسيب شغلانته خالص اللي هو شغالها وقرر يعمل مشروعه بنفسه. وهو ما بيحبش الكترونكس. ليه مش حاجه هو مش فاهمها هو قدامه انه يعمل حاجه ثانيه بيحبها. فقرر ان هو يستخدم المكنه اللي بتتكسر عشان يطلع الحاجات اللي قدامنا دي. يعمل ساعات، يعمل بازل، يجيب لك خشب يرفع عليه صورتك، يعمل نظارات، يعمل حاجات كتير جدا. كل الحاجات دي معموله هو اللي عملها بالكامل. يتعلم يرسم الديزاين ازاي، يرسمه على السوفت وير ويبدا يستخدم المكنه عشان يطلع الحاجات دي وبعد كده يبيعها. أقول له راجل بيجيب فلوس كتير والله ولا حاجة. طيب آخر حاجة بالنسبة لنا كلنا هل فرصة متاحة افتراضا هو في كام واحد هنا في الفرصة؟ في شرايح في الأرض؟
طيب الناس كلها اللي بتقول لك في القاهره ظهر الناس اللي ما كانش في القاهره طيب هل في الحاله ايه بتاع القاهره طب كويس الناس اللي مش في القاهره تعملوا ايه افتراضا ان احنا عندنا مكان زي فريش عايز توفر فيه تحط فيه احلامك كلها شيء جميل طيب مش موجود عندك مكان زي ده ومش موفر عندك دلوقتي حالا ابدا بنفسك الميكر موفمنت او حركه الصناع دي قامت عشان اساس مبدا اسمه اصنعها بنفسك انت مش مطلوب منك ان يكون عندك مكان دلوقتي حالا عشان تعمل حاجه الفكره كلها في انك انت ازاي تغير تفكيرك تغير تفكيرك ازاي انك انت بس النهارده لو تصحي الصبح الكرسي مكسور ما تقررش انك انت هترميه ولا تقرر انك انت هتروح تجيب نجار عشان يصلحه لك جرب تصلحه مش ممكن تقطع تمام؟ او ممكن تقطع ولو ما عرفتش مش مشكله حاجه تانيه تتكسب حاول وعلى فكره لو حاولت وما نفعش انت ممكن تتعلم تجاره مخصوص وهتحس احساس نفس الاحساس اللي بنحسه لما يكونوا يوم عيد ميلادنا وبيجينا على الريزه ولاقها متكسره في نفس اليوم وحاشي الهمل تمام؟ طيب انا حابب قبل ما اختم معاكم ان انا اوريكم فيديو صغير للميكرز لما بيتجننوا بيعملوا ايه؟ انا اوريكم الفيديو وبعد كده هحكي لكم حكايته سريعا. طيب حد بيشتغل في كم وقت يا جماعه بيكتب البوليو؟ سكويت البوليو طيب كم واحد بيحب البوليو وما بيحبش الكريمه اللي جوه البوليو؟ لا لازم ما عداش عشان الشات طيب في عدد ما بيحبش البوليو طيب ما بيحبش الكريمه اللي عندنا ما بيحبش الكريمه اللي عندنا طيب الفيديو اللي انا شغاله دلوقتي حالا ده لواحد هو عالم فيزياء تمام بس هو لسه صغير اشتباهه مش قادر يتعامل على ان هو نفسه في حاجه فمش هينفع يعملها لا هو نفسه في حاجه يعني يعملها ما بيحبش الكريمه اللي على البوليو فخلينا نشوف مع بعض هو حل الموضوع ازاي Separator machine is entirely based on the dislike of green and preference for green. It goes by OSM, it's just an acronym. Here's the little on-off switch that I made out of some scraps of aluminum. One of the hardest things to overcome was to learn how to build robots and make them work. But it was also difficult to keep my hands warm and the back of my neck warm. It not only makes me cold to sit here and work on it all day and night, but it makes the cookies cold and that makes the cream more difficult to separate from the cookie. This is where the Oreo actually starts on the machine. You just place one here. This arm grabs the Oreo and it places it over here. I don't have a catchphrase for my machine, but I guess if it did have one, it could be something like, let's get that cream out of there, or like, this cream's no good, get it off the cookies or something. And these two panels flip up and get it ready for the first real important process, the division process. I've been working on that machine now for about 24 years. Wait, 24 years. I used tools and wires and wood and a lot of aluminum and motors. The division process is carried out by this hatchet, which lowers down right through the center of the Oreo. And then I've got this floss to kind of keep the creamy Oreo halves from sticking to the hatchet blade. Thank you.
time commitment to build a machine. I had to work some long hours. I didn't get to see my girlfriend and my dog for hours at a time sometimes. And I had to try to find like a good sandwich in this part of the city and stuff. There are a lot of sacrifices, I guess. Then these arms will come down to receive the two Oreo halves and then bring them over here to this little tray. And then the tray clamps the Oreos down and holds them and gets them ready for the next step, which is the CNC router table that's going to take the cream off of the cookie halves. عشان تعمل شكرا يا جماعه.